عندنا نماذج شبابية عظيمة بيرفعوا اسم مصر في الداخل والخارج. النماذج دي بنحاول على قد ما نقدر نسلط دايما عليها الضوء، خصوصا اننا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للشباب يا مصطفى. هي مصرية الجنسية ولكنها ولدت في الولايات المتحدة وقدرت ان هي تحصل على المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة العلوم الدولية، واللي اقيمت ايضا في الولايات المتحدة الامريكية، واللي شارك فيها حوالي 1560 متسابق. الطالبة هولي ماري زاهر عمرها 17 سنة، مصرية الجنسية لكنها ولدت في أمريكا، واستطاعت أن تحصل على المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة العلوم الدولية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. هولي شاركت في مسابقة وتصفيات شارك فيها نحو 1650 متسابقاً من مختلف دول العالم من خلال تقديم بحث الشلل الرعاش، خاصة أنها من أسرة تمتهن مهنة الطب، إذ يعمل والدها دكتور متخصص في علاج القلب ووالدتها دكتورة بطنة. رحلة معاناة قطعتها الطالبة خلال المسابقة كي تحصل على المركز الرابع، وخلال المسابقة تعرفت على العديد من الطلاب من مختلف دول العالم، وتفخر بأنها مصرية، خاصة أنها تعلمت اللغة العربية وتتقنها من خلال المسلسلات والأفلام المصرية التي تشاهدها باستمرار. وبالرغم من دراستها وتخرجها من الثانوية العامة في الأيام الماضية، إلا أنها قررت أن تلتحق بكلية الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول طوال الوقت أن تعرف زملائها في التعليم بمراحله المختلفة عن مصر بلدها الأول التي تعشقها، وعن الآثار والأهل الطيبين في كل مكان، كما توضح لهم جمال المصريين في الحفاظ على العادات والتقاليد.